في أخبار الرياضة، وصل عشية اليوم وفد المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ولاية وهران، حيث حظي باستقبال حافل من قبل السلطات الولائية، وهذا للشروع في التربص التحضيري للوديتين الدوليتين أمام غينيا في 23 من الشهر الجاري ونيجيريا في 27، وذلك بملعب ميلود هتفي الأولمبي بوهران. إذن كما نتابع في الصور وصول المنتخب الوطني بكل أعضائه إلى مطار وهران رفقة المدرب جمال بالماضي